بمشاركة أكثر من 53 عارضا من جميع أنحاء الجمهورية. تتواصل فعاليات معرض يرنا للحرف اليدوية تحت شعار مصر بتتكلم حرفي. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من هناك سالي سالم مراسلة التلفزيون المصري. أهلا بك سالي. سالي معنا؟ اتمنى منك تطلعينا على الاهم من مشاهدينا الكرام من مركز كايرو فيس. نعم نعم زينة. نعم تحياتي لك دينا ولمشاهدينا الكرام من مركز كايرو فيستيفال بالقاهرة الجديدة. نتابع استمرار فعاليات معرض الحرف اليدوية والتراثية السنوي الأكبر لأصحاب الحرف اليدوية، وهو معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية في نسخته الثانية والسبعين تحت شعار مصر بتتكلم حرفي. هذا المعرض الذي يطفي ويحظى بإقبال كبير من العارضين لأهميته الكبرى. لو تحدثنا ببعض التفاصيل عن هذا المعرض، فيقام على مساحة 3500 متر مربع بمشاركة 350 عارض وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية. أيضا يحظى بمشاركة ودعم هذا المعرض لذوي الهمم وعرض لمنتجاتهم بأجنحة مختلفة، حيث يشارك 40 عارض وعارضة من ذوي الهمم بهذه النسخة. أيضا لدينا مشاركات للمرة الثانية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ب30 لاجئة من جنسيات مختلفة من دول السودان وإريتريا وسوريا. لو تحدثنا عن أهمية هذا المعرض والذي ينتظره أصحاب الحرف اليدوية والتراثية لما يحدثه من حالة من الرواج الاقتصادي والنشاط وزيادة الإنتاجية لأصحاب الحرف اليدوية من خلال عرض المنتجات الخاصة بهم التي تتنوع ما بين الخزف والخيامية، المنتجات الجلدية والخشبية، النحاس والفخار، كل ما هو مصري أصيل. أيضا النوبة ضيف شرف هذه النسخة بالمنتجات النوبية والأسوانية الأصيلة التي هي من أرض الذهب والخير. لو تحدثنا عن إقبال الجمهور، وكما سنستعرض بعد قليل بالكاميرا، هناك إقبال كبير من الجمهور اليوم الجمعة باعتباره يوم عطلة رسمية، إقبال من مختلف فئات الجمهور. وما هو لفت للنظر أيضا هو إقبال جنسيات غير مصرية، أجانب والعرب، إشادة من قبل الجمهور بالمنتجات المصرية الأصيلة التي تحظى بتصميم مصري أصيل ويعبر عن التراث المصري. ولو تحدثنا بالأرقام وفقا لما أعلنه البيان الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي الأخير الصادر يوم الأربعاء الماضي، فقد تجاوزت الإيرادات الخاصة بهذا المعرض لمدة أسبوع تجاوزت 3.5 مليون جنيه مصري، وهو ما يؤكد على نجاح هذه النسخة ونجاح المعارض التي تقام وتحرص الدولة على إقامتها. يعني تباعا من المقرر أن يقام خلال هذا العام 20 معرضا متتابعين على مدار العام، مقارنة ب 12 معرضا أقيم العام الماضي، وهو ما يؤكد على اهتمام الدولة بأصحاب الحرف اليدوية، طبعا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات المختلفة. المعرض يفتح أبوابه من 10 صباحا وحتى 10 مساء يوميا حتى 7 مارس الجاري. الكلمة تعود إليك دينا مرة أخرى في الأستوديو. بشكرك جدا، شرح وافي فعلا يا سالي من داخل معرض ديارنا، وطبعا ده تشجيع لكل المصريين للذهاب إليه. بشكرك شكرا جزيلا مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم، شكرا لك.